بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما اتكلمنا عن set time out هنتكلم عن set interval. set interval يا جماعة مسؤول عن إنها تعمل repeat للfunction ديت every في كل في كل في 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 الزمن. يعني هي بقص نفس الفكرة بتاعت set time out نفس السينتاكس بالظبط، بس الفرق ما بين إن set time out بتستنى الوقت ده عشان تنفذ الفانكشن دي، لكن set interval بتعمل إيه؟ بتنفذ لك الفانكشن دي continuously بشكل متواصل بعد كل ايه، بعد الزمن اللي انت بتحدده. يعني بعد الزمن ده هتنفذ الفانكشن دي، بنضف الزمن يرجع صفر، بعدين نستنى الزمن ده وتتنفذ وهكذا بقى. تمام كده؟ ده القضيه بتاعت سيت انترفال. فلو حبينا نطبقها بس بشكل زي نفس المثال بالظبط، هنشيل سيت تايم اوت ونكتب ايه سيت انترفال، والماي فانكشن ديت ايه بعد ثانيه، فبعد ثانيه مثلا هنكتب ايه هننفذ اليرت. تمام؟ alert بسيط هنكتب فيه مثلا كلمة هاي. اوكي، هعمل كنترول اس وارجع انا اعمل ريفرش واضغط على الزرار بتاع run، هيقول لي هاي. اوكي، لو انا سايب بعد ثانية هيظهر تاني. اوكي، بعد ثانية تظهر تاني وهكذا. كل شوية بقى ايه هتفضل ايه unlimited كده، كل ثانية تبتدي تتغير. وانا هحاول الاداة بالنسبة ليه الست انترفال ديت الاستخدام بتاعها. فاحنا ممكن نستخدمها بشكل وظيفي شويه في ان احنا مثلا ممكن نخليها تظهر التاريخ. تمام؟ بالثواني بقى. ازاي بقى؟ فبسيطه، انا همشي على نفس السيناريو بتاعي وهقول لك انا مثلا هستخدم فار، هعمل فاريبل الاكس. الاكس ده هسويه بانه هو يكون نيو كاوبجكت جديد، الاوبجكت ده من نوع ديت. تمام كده؟ كونستراكتور ديت، وهقول والله ايه هناتي على المستند واعرض التاريخ ديت فين؟ في الهيدنج يا جماعه. دوكيومنتد جيت اليمنت باي اي دي، الاي دي اللي اسمه هيدنج اللي هو بتاع الاتش 1 عايز اعرض عليه، يبقى انر HTML equal to بيساوي قيمة ال دي بيساوي قيمة ال x اللي هو ايه؟ اللي هو التاريخ يعني. تمام؟ ال constructor date. فانا شلت ال constructor date ده ال variable x وقلت انا عايز ال heading يعرض لي ال variable x. فكده ايه؟ ال heading المفروض ان هو يعرض لي ال variable x مكانه، والست انترفال بقى ايه هتخليه لك كل ثانيه يتغير. فانت شايف الثواني لان ست انترفال شغال. تمام؟ يعني انا لو وقفت الست انترفال مش هتشوف الثواني انها بتتحرك ثانيه باي ثانيه، لانها بتتغير ايه مع كل ثانيه. فمع كل ثانيه الست انترفال بتحاول تستدعي مين؟ الست انترفال الديت بتحاول تستدعي الماي فانكشن، فالماي فانكشن كل شويه تحاول تستدعي ايه التاريخ بعد كل ثانيه او بعد. فعشان كده انت بتشوف الحركه بتاعت التاريخ ده بالثواني. هدايه الفكره، ولو انت استنيت الثواني مثلا هتلاقي ان الدقائق برضه بتتحرك وهكذا. يا رب اللهم فكر توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.